النهاردة 12 أغسطس وده بيوافق اليوم العالمي للشباب اللي بدأ الاحتفال بيه من سنة 1999. ده طبعا عشان يؤكد على دور الشباب في التنمية وفي التطوير، أيضا في المشاركة الحقيقية في بناء المجتمعات. الحقيقة إحنا في مصر كنا محظوظين في الكام سنة اللي فاتوا، لأنه واضح للجميع أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم وهو مؤمن بالشباب ومؤمن بأنه تأهيل الشباب ومشاركتهم والاعتماد عليهم هو اللي هيفتح لينا بيبان وطاقة نور لأفكار كتير جدا هتعود بالخير على مصر يا مصطفى. صحيح يا جمانة، بالتأكيد كلنا عارفين أن ثروة مصر الحقيقية في شبابها. علشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عام 2016 كعام للشباب المصري، راهن سيادته على الشباب المصري منذ ذلك الوقت. من وقتها كان طبيعي أن يتم إشراك الشباب في كل خطط التنمية اللي حصل في البلد، كان طبيعي أيضاً أن يتم إشراكهم في كل المشروعات، وكمان أيضاً تمكين الشباب وتأهلهم سياسياً واقتصادياً. النتيجة كانت إيه؟ نتج عن ده أن كان في مجموعة كبيرة من الشباب مثلت في البرلمان المصري، مثلت في نواب المحافظين، هم النهاردة ربما متواجدين في كل القطاعات سواء قطاعات سياسية أو اقتصادية، شفناهم في عدد كبير جدا من المناصب اللي ربما ما كانوش موجودين فيها أو ما كانوش ممثلين فيها قبل كده. صحيح مصطفى، بس عشان نقدر نوصل لوجود الشباب بالشكل ده في كل القطاعات اللي اتكلمت عليهم كان لازم يكون في استراتيجية، وكان لازم يكون في خطة، ومن هنا كانت البداية الحقيقية لتمكين الشباب والاعتماد عليهم في التجربة الملهمة للأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتؤهل الشباب للقيادة وإطلاق سلسلة مؤتمرات الشباب اللي كانت فرصة حقيقية للشباب إن هم يعبروا عن نفسهم وعن أفكارهم وعن أحلامهم لبكرة. شايفين الدنيا عاملة إزاي يا مصطفى بكرة؟ طبعا في وجود التكنولوجيا اللي بتتقدم كل ثانية الحقيقة على طول في تقدم مستمر، فكان لازم إن هم الأفكار دي تكون موجودة وتطرح على الساحة وكمان يتم بلورتها ويتم استخدامها وتأهيلهم. صحيح، وإحنا حتى بنشوف في مؤتمرات الشباب يعني برلمان حقيقي، الكل بيعرض أفكاره والرئيس بيستمع وبيصدر القرارات بشكل كبير. طبعا ده بجانب تجربة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، الكل عارف إن هذه التجربة السياسية قدرت إن هي تجمع كل الأطياف الشبابية والحزبية تحت مظلة واحدة وعلى أرضية مشتركة واحدة علشان يصيغوا مشروع سياسي وطني مصري بيعبر عن الشباب وبيعبر أيضا عن مصر. إحنا النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا في صباح الخير يا مصر عن اليوم العالمي للشباب، هيكون معانا نماذج في كل المجالات سواء المجالات السياسية أو الرياضية أو العلمية، هيكون معانا أيضا شباب ليهم تجارب ملهمة من داخل وخارج مصر، هنحتفل بيهم على طريقتنا في برنامجكم صباح الخير يا مصر.